وهنا هسه حضرت البانية، راح اقعد اقلمها كلها، غسلتها وكملتها، هسه راح اقعد اقلمها. طبعا هنا الحمد لله والشكر هسه خلصت البانية. طبعا اني اغسلها وما اقلمها، يعني اغسلها واكملها وبعدين الا اقلمها، اضوج من المادة هاي اللي تطلع منها، يعني من البطن مالتها، اخلصها يعني اجهزها بهذا الشكل وبعدين اسلقها. طبعا هنا البانية جبتها 5 كيلوات، طلع يعني طلع لي هواي منها مخشب، يعني قد مرة الخشنات كلش طلع لي كله مخشب، فربعها ما ادري فوق الربع، يعني دبيتها، بقت لي بس هاي الكمية، بس هم خير من الله، يعني كلش هواية صارت لي. هنا أنا طلعت هسه برتقال، لأن يعني أريد أحصر للجهال قبل لا يروحون للأكاديمية مال الطوبة، أريد أسوي لهم عصير برتقال فريش. وهنا أنا بعد ما قسمت البرتقال هسه راح أبدي أعصر. هنا أنا بعد ما عصرته صار عندي بهذا الشكل العصير. وهنا أنا الجهال شربوا والعصير، ويوسف وعبودي هسه راح بالعافية. وهنا أنا عبد الله هم شرب العصير، وهسه راح يروحون للطابة. وهناك يوسف وعبد الله هسه طلعوا وراحوا. هنا أنا هسه بالمجمع، الحرارة تقتل الكتل، شمس قوية. من هنا عندي هسه راح افتح الطباخ على مود احط عليه الجدر، اريد اسلق البانية. هسه هنا فتح عندي، راح احط الجدر. هنا انا حطيت المي بالجدر على مود اسلق البانية، سلقة كلش قليلة، يعني مو اخليها تفور هواية، واصفيها وبعدين اجمدها. وهنا أنا بعد ما فار عندي المي، حطيت هاي الكمية من البانية، لأن يعني الجدر ما كفى عندي، وبقت عندي هاي الكمية، أخلي تفور هذيش الكمية وأبزلها، يعني أصفيها من المي وأرجع أسوي هذه الكمية اللي بقت عندي أسلقها. وهنا هسه راح أصفيها، مجرد صار بيها لون صفار، يعني بس صفرت شوية راح أصفيها. وهنا أنا هسه بعد ما صفيت هاي الوجبة الأولى صارت عندي هالقد. وهنا أنا هاي الوجبة الثانية هسه حطيتها، هم تنسلق تفور فورة فورتين وهم أصفيها. وهنا أنا هسه خلصت الوجبة الثانية، ما شاء الله هنا أنا صارت عندي هاي الكمية، الحمد لله والشكر كمية كل كبيرة. وهنا أنا غسلت أنا المواعين بعد ما شالت ريتها بس تنشف، ومسحت عندي هسه الكاونتر، هم أريد أنظف لأن بعدني القاع ما منظفتها، هسه راح أبدي أنظف. هنا أنا عندي معزلة، يعني شقة مرتبة زينة، بس بقى عندي أمسحها. هنا غرفة عبد الله مرتبة، بس عندي القاع لازم امسحها. هذه الممر هم هسه شي تكرمون، بس الاعلان مال الجهال يبقى لي عندي المسح. وهنا أنا غسلت عندي الهدوم نشفن هسه، بس اريد اصفطهن. وهنا أنا كاتي جاي تاكل، حطيت لها لحم، هنا جاي تاكل اردشين مالتها، هم هذه النايلون، واريد انظفها وامسح. كاتي كاتي حيرة تاكل هسه مو بحالي. هنا أنا كاتي بعد ما اكلت اللحم مالتها وشبعت، وقفت على صفحة رجعت ندور بعد على مود تاكل.
هنا عندي هذا، هنا طبعا غروب الشمس، هنا هذا المنظر من البالكون. هذا المنظر يعني اللي ورا، اللي ورا العمارة. طبعا ما جاي تبين واضح لين الشمس صار مقابيل يعني التصوير. وهنا تكرمون راح انظف عندي التواليت، راح ارش له، راح احط له من هذا الفلاش. طبعا هذا الفلاش كلش كلش زين، انا ضج من هذا التكلسات اللي تصير بالقاع، هذه جوزي كلش اضج منها، ودائما يعني اني اغسله، بس من يصير هذا الجوزي استخدم هذا عندي الفلاش، لان يعني هذا الفلاش كلش قوي يعني يزين عند البقع كلها، هذه التكلسات اللي بالقاع يعني ما يبقي لي ابد. هسه اتركه شوية اعوفه واجي عليه فد شوية، فد دقائق يعني خمس دقائق هي الشي حسب ما يعجبكم انتو، يعني شوفون كل هاي التكلسات اللي بالقاع كلها مشولة، وصاير يعني الحمام او التواليت تكرمون يعني صار يعني مو بس وانا اللي يقول قرد ماكو ما تقعد بس تتسلق. شو راح تصعد؟ تدور تدور ما تخلي مكان بحاله، تريد تصعد على الكرسي تلعب بتشرشف. شوفوا وين صعدت، يقول تلعب ختيانان. شنو تفاعلي؟ طبعا هنا انا كاتي وين ما اروح تركض ورايا، طبيت هسه للحمام ركضت ورايا، اريد امسح تركض ورايا، ما تخلي واحد بحاله. كاتي كاتي هات هات كاتي، شلون وجه حلو. طبعا اني استخدم هذا المعطر للأرضية، طبعا هذا المعطر كلش كلش طيب، البنفسجي مالته والأبيض والوردي، طبعا العطر مالتها فتشيل الأرضية من تمسحون بيه. وهنا أنا راح أبدي أمسح، حضرت عندي الماسحة ورشيت عندي الشقة، حطيت معطر ومي وكلها هسه عندي رشيتها، طبعا الريحة صارت تجنن مال المعطر بالشقة. هسه راح ابدي امسح، هذا كله رشيته، ورا ما امسح واخلص ان شاء الله الملم عندي المواعين. وهنا حبايبي هذا تكرمون التواليت بعد ما غسلته، راحت عندي كل التكلسات اللي بالقاع نظاف صار يلمع لمع. وهنا أنا غرفة يوسف هم خلصتها، وهنا أنا بعد ما خلصت هاي الغرفة هاي النهاية، أرس المعطر أجمل شي، واحد من يرش المعطر بعد ما ينظف. وهنا هذه غرفة يوسف هم جهزتها كلها نظفت عندي، هذا كاتي، وهنا غرفة عبد الله هم مسحتها كلها وصارت عندي نظيفة، وهذا الممر، وهذه الصالة هم نظفت عندي هسه كلها، وهذه المطبخ. طبعا شلت المواعين بس بقت عندي البانية، هسه اريد اطلع اللحم
واحطها بدال اللحم، احطها في الفريز لان الفريز عنده مقبط كله. وطبعا هذه العطور اللي استخدمها، معطرات كلش كلش طيبة. طبعا اجمل شيء واحد من ينظف ويرش البيت، الريحة صير كلش نظيفة. وبخصوص منظرة، المتابعين اللي سألوني على غرفة النوم، قالوا غرفة النوم ليش ما تصوريها؟ طبعا انا غرفة نوم ما عندي، يعني بعتها من شلت من البيت مالتنا بعتها، فهنا انا ما اشتريت لان اني مو يعني قاعدة ملوك. هذه الشقة ايجار قاعدة بيها، اذا الله سهل ان شاء الله صار عندنا ملك شقة اشتري لي غرفة زينة. يعني ما اقدر اشتري لان من تنفتح مثل ما تعرفون، ما احب العراقية، احب الماليزي التركي، من تنفتح وتنشد بعد ما اعرف شلون هالصير، فما اشتريت، بقيت على هذا الشيء البسيط. ان شاء الله ما تصير عندي يعني شقة ملكي اقدر اصرف بها وكل شيء اشتريه. يعني مثل ما تشوفون سلام سقوف مسوية، لا ديكورات، كل شيء ما مسوية، يعني الشقة عندي إيجار مو ملك. وإن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو مال اليوم، ووصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك، اشتراك، فعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد. وأتمنى منكم أن توصلوني للألف مشترك، أكون جدا ممنونة منكم، مشكورين على الدعم مالتكم والتعليقات الحلوة مالتكم.